طبعا من جديد رجعنا لكم مشاهدينا، ومع النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما مع تحولها من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع طبعا قائم على المعرفة، تزداد أهمية مراكز الأبحاث والتطوير المرتبطة بالمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية وأيضا الخاصة. طبعا ضمن هذا النطاق بيهدف مركز أبحاث المواد بالجامعة الأمريكية بالشارجة إلى رعاية وتعزيز أنشطة البحث والتعليم المتعددة التخصصات بمجال المواد المتقدمة والهياكل المستدامة، وذلك لتعزيز وتسريع التطوير بمجالات التركيز البحثية يلي بتتماشى مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030. طبعا للتعرف أكثر على مركز أبحاث المواد في الجامعة الأمريكية في الشارقة ودوره الحيوي، ينضم إلينا الدكتور علي ناصر، أستاذ الفيزياء ومدير مركز أبحاث المواد ومنسق برنامج الدكتوراه في علوم وهندسة المواد في الجامعة الأمريكية في الشارقة. صباح الخير دكتور، أهلا بك. صباح الخير. دكتور، بداية حابين نعرف منك متى تم افتتاح طبعا مركز أبحاث المواد في الجامعة الأمريكية في الشارقة؟ في البداية بحب أشكركم على الاستضافة الكريمة وتسليط الضوء على مركز أبحاث المواد في الجامعة الأمريكية في الشارقة. في الحقيقة التخطيط لمركز أبحاث المواد صار جاري لعدة سنوات طبعا بجهود مشتركة من أعضاء هيئة التدريس وباحثين في الجامعة الأمريكية من كلية العلوم والهندسة والعمارة، برعاية رئاسة الجامعة وإدارة الجامعة واستشارة خبراء من مراكز أبحاث مرموقة وموجودة لمئات السنين ممكن. بس رسميا تم إطلاق المركز في بداية العام الجاري. نعم، شو الهدف من المركز؟ نعم، الهدف طبعا أنه يكون مركز أبحاث في طليعة مراكز الأبحاث اللي تعنى في تطوير وإيجاد مواد نادرة، مواد ذات خصائص وكفاءة عالية ممكن استخدامها في تطبيقات مختلفة في قطاعات مختلفة. كذلك أنه يكون وجهة للعلماء والباحثين في علماء المواد في المنطقة العربية، يستقطب كفاءات ومهارات من مختلف أنحاء العالم. طبعا احنا موجودين في الجامعة الأمريكية فيها كليات هندسة، كليات علوم، كليات عمارة. الهدف برضو دعم الطلاب وتطوير موارد بشرية مؤهلة مسلحة في مهارات متقدمة ممكن تواكب التطور العلمي والبحثي المتسارع. نعم، موضوع شيق، أنا الصراحة مهتم بهذا الموضوع. نعم، حاب أعرف تفاصيل أكثر، يعني كيف سيتم البحث عن هذه المواد دكتور؟ أعطيني. نعم، شوية تفاصيل. جميل. طبعا بدون تجهيزات حديثة مش ممكن عمل بحوث في مجال زي مجال هندسة علوم المواد. فطبعا الجامعة وفرت الإمكانيات، المختبرات المتقدمة اللي هي تضاهي مختبرات موجودة في أعرق الجامعات في أمريكا وأوروبا. وزي ما حكيت في البداية، احنا لما انشأنا المركز أخذنا أمثلة مختلفة في ألمانيا، في أمريكا، في حتى في الصين وساوث كوريا. يعني هذا المركز الأول دكتور في المنطقة العربية؟ هو في التجهيزات الموجودة فيه في فريد من نوعه. طبعا في مراكز أبحاث مواد بكل الدول العربية، بس المستوى اللي احنا فيه تطور متطور، وفيني يعني I can claim انه يكون فريد من نوعه. طبعا هذا بشهادة الناس اللي بيجوا من جامعات زي ستانفورد زي كامبريدج، بيجوا بزورنا في الجامعة وبيحكوا هذه الشهادة موضوعية، عشان مش شغلة صداقة أو شيء. نعم. طبعا بتواجد عندنا أجهزة ليزر حديثة لا أعتقد أنها موجودة في دولة الإمارات، فريدة من نوعها. فممكن المواد المستخدمة تكون معادن عادية بتفاعلها مع الليزر أو تفاعلات كيماوية تانية، ممكن تطور منها خصائص بالوضع الطبيعي، بوجودها الطبيعي هاي الخصائص ما تكونش موجودة. طبعا في عنا أجهزة برضو تحلل تطور المواد عند مثلا تفاعلها الكيماوي أو الفيزيائي عند تعرضها لإشعاعات لمواد كيماوية مختلفة، وكيف ممكن هذه المواد تصير إلى خصائص تطبق مثلا في مجال الطاقة أو مجال البيئة أو حتى تطوير مواد تكون ذات متانة عالية
بس الوزن تبعها خفيف، فهذه شغلات ممكن تستخدم في الطيارات والمركبات الفضائية، بالإضافة طبعا لمشاريع متعلقة في الطاقة المتجددة والنظيف الطاقة الشمسية وغيرها. نعم، لما حضرتك بتقول مواد باللغة البسيطة نحن عم نحكي عن عناصر، عن جزيئيات، عن مواد موجودة بالطبيعة ولكن غير مستكشف إلى عدة استخدامات، صح؟ صحيح، أو مواد تكون صلبة مثلا. نعم. مواد صلبة بتاخذي مثلا معدن الحديد أو مثلا حتى لو كان شبه موصل زي الزجاج أو السيليكون. نعم. نعمل عليه تطوير أو مثلا دمج معادن مختلفة بنسميها إحنا بالشيب ميموري ألويز، يعني سبائك مكونة. السبائك تعرف ممكن تكون من مختلف معادن مختلفة، لما تخلطها تحت ظروف معينة تنصهر وبتصير مادة جديدة لها خصائص جديدة، ممكن تفيد بشغلات. لو أخذنا العنصر لوحده مش ممكن أحصلها، بس ما خلطوا عناصر مختلفة وتركيزات مختلفة ممكن نحصل على جميل. الفيزياء رديتنا لأيام المدرسة لما نحكي عن المعادن والانصهار والمواد الصلبة. علوم المواد وهندسة المواد الحلو فيه برضو الممتع فيه إنه بيخلط العلوم الأساسية، الفيزياء والكيمياء والأحياء والبيئة، مع تخصصات الهندسة. نعم. يعني بالعادي لما نحكي عن الفيزياء والكيمياء بالذات للشباب إنه الأول فكرة بتيجي إنه علم أبستراكت يعني بحثي، بس في علوم هندسة المواد من طبيعته بيدمج العلوم الأساسية، فلازم الواحد يفهم شو بعمل مشان يكون بباله شو التطبيق اللي ممكن يوصل. مجال جميل وشيق وفي كتير من في مجال للابتكار فيه للاختبار وهيدا لفته. نعم. نقدر نرجع للجامعة ندرس فيه ولا؟ أكيد طبعاً طبعاً. إذا كنت تحب الفيزياء والكيمياء في المدرسة أكيد. أنا بحب الفيزياء والكيمياء كتير. طيب دكتور، في أي كلية تم استضافة هذا المركز؟ نعم. هو زي ما كنا نحكي، اللي هو تخصص متشعب وواسع، فبكون بلزم معلومات بالفيزياء بالكيمياء بالهندسة الكيماوية الهندسة الميكانيكية، بس الكلية الأم لهذا البرنامج هي كلية العلوم والأداب في الجامعة الأمريكية بالشارقة بالاشتراك مع كلية الهندسة وكلية العمارة. نعم طبعا، وجود مختبر من هالنوع مثل ما حضرتك ذكرت أو مركز أبحاث من هالنوع بالمنطقة لا شك أنه له مردود اقتصادي وبيدعم الدورة الاقتصادية بدولة الإمارات من خلال استقطاب العديد يمكن من الباحثين من حول العالم. نعم. كيف رح تسعوا لتتميزوا عن سائر مراكز الأبحاث الموجودة بالإضافة لكيفية دعم العجلة الاقتصادية؟ نعم، زي ما أنتوا تفضلتوا في المقدمة، من الشغلات طبعا اللي شجعتنا على إنشاء مركز في الجامعة في مركز بحوث المواد اللي هو بيجي بنفس الوقت دولة الإمارات تتحول من في الاقتصاد فيها من اقتصاد مبني على النفط إلى اقتصاد مبني على المعرفة والتكنولوجيا والتطور في مثلا في الكوميونيكيشن في مجالات الطاقة النظيفة وشغلات زي هيك. فطبعا الدعم المتواصل من إدارة الجامعة ورئاسة الجامعة، طبعا لازم نذكر دعم السخي للشيخ سلطان الدكتور سلطان مؤسس جامعة الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة، طبعا إنه الدعم السخي والمتواصل حتى يستمر تطوير المختبرات. بيكون عندنا الأجهزة اللي نادرة من نوعها، زي ما حكيت مثلا مثال على ذلك أجهزة الليزر اللي هي موجودة أعتقد موجودة في الجامعة الأمريكية لوحدها، ما في حتى ممكن في منطقة الخليج أو المنطقة العربية، وإضافة لأجهزة تانية ممكن تستخدم لتشخيص هاي المواد ومعرفتها. طبعا تعزيز علاقات مع جامعات أو إنشاء مشاريع ممكن مشترك يكون فيها أعضاء هيئة التدريس من الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعات مختلفة، يعني مش شرط مثل من البلد أو من دولة الإمارات، ممكن تكون جامعات تانية طالما الجو المريح، طالما الفاسيليتي أو البنية التحتية موجودة وفريق العمل موجود متعاون والإدارة في الجامعة مستعدة إنها تسهل عمل البحوث. فإحنا من أهدافنا إنه نسعى لتطوير هاي التعاونات ونستقطب ناس ومهارات من كل أنحاء العالم. جميلة ما بتتواجد الرغبة، الدعم، التسهيلات والبنية التحتية، دائما بتحس إنه المشروع مكونات النجاح. صحيح. بالفعل. حابين نشكرك كل الشكر دكتور علي ناصر أستاذ الفيزياء ومدير مركز أبحاث المواد ومنسق برنامج الدكتوراه في علوم وهندسة المواد في الجامعة الأمريكية في الشارقة. شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا. كل التوفيق.